بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم رانا الجمعة العشية، درت هذا القهوة، قهوة وحليب، حبيت نشارك معكم هذا الكاطو اللي درته اليوم، كاطو تاع المشيمشات. جا كاطو روعة روعة، جا خفيف، مربى، درت المربى وغطسته في القفريط. نقول اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال، اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال. ان شاء الله ربي يطرح البركة في داري، في وليداتي، ان شاء الله ربي يرزقنا تاج الصحة ويرزقنا الهنا. الكاطو هذا اللي درته انا اليوم فرحوا به وليداتي بزاف بزاف، والفرحة هذه تسوى عندي الدنيا وما فيها. نقول جمعة مباركة للجميع، وان شاء الله اللي في قلبه حاجة ربي يقضيها له، وربي يفتح لكم ويفتح لنا ابواب الخير، والحمد لله رب العالمين.